تفتكر ايه اللي حصل لها يخليها توقف غنى هي وكل الفرقة بتاعتها؟ وكمان في الوقت ده كانت في عز شهرتها ونجوميتها، الطجاجة نورة الكويتية. مبدئيا كده كلمة طجاجة كان اي لقب بتتلقب بيه واحدة مشهورة في الوقت ده، او اي واحدة معروفة تروح الفرح وتغني فيه. في الثمانينات والتسعينات كانت بتيجي واحدة هي والفرقة بتاعتها يغنوا، فالست دي كانت بتسمى الطجاجة. مش الكويت فقط اللي تعرف نورة، ده الخليج كلها كانت تعرف نورة. وعلى الرغم ان هي كانت مشهورة جدا، يا ترى ايه السبب اللي خلاها تبطل غنى؟ قالت نورة يوم من الايام، وتحديدا يوم الاجازة بتاعتها هي والفرقة، نورة طلعت في لقاء قبل كده وحكت كل اللي جراله هي واللي معاها. حكت نورة ان في يوم من الايام، وتحديدا يوم الاجازة بتاعتها هي والفرقة، واحدة رنت عليها وطلبت منها انها تيجي تحضر فرح بنتها الوحيدة. نورة كانت معترضة جدا انها تحضر الفرح ده، لانه كان يوم اجازتها هي والفرقة. الست فضلت تلح على نورة وتقول لها ارجوك ارجوك بنتي الوحيدة انت لازم تيجي تحضر فرحها. نورة بعد ما الست دي فضلت تلح عليها كتير وافقت في الاخر. نورة سألت الست دي، قالت لها الفرح بتاعك الساعة كام؟ قالت لها الساعة 10 بالظبط، واديتها العنوان. وبالفعل نورة خدت منها العنوان، واللي المفروض انه في بيت كبير في حتة اسمها الصبحية، واتفقت معها على مبلغ 500 دينار. ال 500 دينار كانت في ايام الثمانينات والتسعينات كان مبلغ كبير جدا. المهم نورة كلمت الفرقه بتاعتها اللي هم تقريبا كانوا 7 أو 8 بنات، وبرده دي بنتها الوحيده وعايزانا احنا نروح نحيي الفرح. وفعلا لموا الالات بتاعتهم واتجمعوا وخلاص رايحين على البيت. وهما في الطريق نورة كانت بتقول ان قلبها كان مقبوض، وان هي كانت خايفه جدا بس من ايه ما تعرفش، وكانت قلقانه جدا وبيجي لها احساس بالندم ان هي نزلت الفرح ده. وطبعا بما ان هي مشهوره وليها كلمه، ما كانش ينفع انها تخلف الكلمه بتاعتها. وصلت نورة هي والفرقه بتاعتها في مكان الساعه 9 بالظبط، يعني قبل الفرح بساعه. اول ما شافوا البيت لقوا البيت فخم جدا، والبيت متكون من 3 ادوار، يعني مش بيروحوا الا الغنيين جدا. ده حتى المعازيم اللي كانوا رايحين الفرح كان شكلهم غني جدا، وبالرغم من كل الفخامه اللي هم كانوا شايفينها برضو كانت نور جايه لها احساس مش مطمنها. المهم دخلوا البيت، وجاء ابو العروس يسلم على نورة والفرقه، وبعديه جت ام العروس عشان تسلم عليها. نورة بتقول ان الست دي غريبه جدا، كانت لابسه فستان لونه اسود وكانت ضخمه قوي. نورة وهي بتسلم على الست دي حست ان ايديها خشنه جدا، وحتى لما جت تبوسها لقيت وشها عامل زي الحجره. نورة في الاول ما حطتش في دماغها وقالت ان دي ست كبيره، وارد جدا ان الجلد بتاعها يكون معمول كده. الست دي اخذت نورة والفرقه ودتهم اوضه عشان يغيروا فيها هدوم. عدت دقايق والباب بتاع الاوضه خبط، ولما جم فتحوا لقوا فيه شويه بنات من الفرح جايين يسلموا على الفرقه. ومن بعد ما سلموا عليهم هنا بدا الشك. واحده من الفرقه اسمها شمس بدات تقول لنورة والفرقه، انتوا شفتوا اللي انا شفته؟ طب حسيتوا باللي انا حسيت بيه؟ ليه البنات دي ايديهم خشنه كده؟ مش ايديهم بس، ده كمان لما جم بصونا وشهم كمان خشن. طب بلاش، اول ما دخلوا الاوضه ايه الحاله اللي جت فجاه دي؟ لا في حاجه مش طبيعيه، احنا لازم نمشي من هنا، انا مش مطمنه. نورة كانت واخده بالها من كل اللي بيحصل، وكانت عارفه متاكده من حقيقه كلام شمس، بس كانت بتكدب نفسها، حبتش تبين للفرقه ان في حاجه مش مظبوطه او تبين لهم انها خايفه. عامه تقول لشمس شكلك بيتهيألك عشان انت مجهده ونزلت يوم الاجازه، وان احنا ما كناش ينفع ان احنا ننزل النهارده. خايفه جدا على كل البنات اللي معاها اكتر ما هي خايفه على نفسها، لانه يعتبر كل البنات دي في مسؤوليتها، لو حصلت لهم حاجه هيكون في رقبتها هي. وقررت ان هي تعدي الموقف وتبين لهم انها مش مقلقه وخايفه. الساعه دقت 10 ونورة اخذت كل الفرقه ونزلت عشان تبدا شغل. بس الغريب انهم لما شافوا العريس والعروسه لقوهم لابسين نفس لبس العصر، ده حتى العروسه لابسه فستان لونه اسود بس مرصع بالذهب، شكلهم مريب جدا. الغريب كمان انهم ما كانش بيتحركوا ولا حتى يبصوا لبعض، كانوا قاعدين ثابتين كانهم اصنام. المهم كانوا بيغنوا عادي لحد ما الفقره الاولى خلصت، والمفروض ان الفرقه تلم بعضها وتطلع تريح شويه في الاوضه اللي فوق. المهم ان نورة كانت دايخه شويه ومحتاجه تريح، ما كانتش هتقدر انها تقعد في الاوضه هي والفرقه وسط الدوشه. نورة اخذت بعضها وطلعت الدور الثاني علشان تريح شويه. ولما طلعت نورة الدور الثاني اتفاجئت ان البيت كله مهجور، وكان مفيش رجل جت هنا من 20 سنه فاتوا. نورة استغربت وقالت ازاي ان البيت فخم زي كده يبقى مهجور. نورة دخلت على اول اوضه قابلتها في الدور ده، واول ما دخلت الاوضه لقيت الاوضه متبهدله بطريقه غريبه والسرير مليان رمله. نورة النوم غلبها ونامت على السرير ده. اول ما نورة فردت جسمها على السرير راحت في النوم وحلمت بكابوس فظيع، واحده لابسه اسود وضخمه جدا بتجري وراها عايزه تجيبها. اول ما حلمت بالكابوس ده قامت من النوم مفزوعه وخدت بعضها وطلعت تجري على الباب علشان تفتح وتنزل، لكن للاسف الباب ما فتحش. بعد محاولات كتيره من نورة الباب اتفتح، تتفاجئ ان الست الكبيره اللي حلمت بيها لقيتها واقفه قدام الباب. اول ما شافت المنظر ده قالت لا انا لسه بحلم، قامت مغمضه عينيها وفتحتها الست دي اختفت من قدامها. خدت نفسها ونزلت تجري، وتتفاجئ ان في طفل واقف في اخر الطرقه. الطفل ده نادى على نورة، فكرته من حد ابن المعزيم، وبدات تلعب معاه لمده كام ثانيه. الولد الصغير ده سابها وطلع يجري وطلع الدور الثالث. انا خافت عليه وطلعت تجري وراه علشان ما يقعش ولا حاجه. اول ما طلعت الدور الثالث اتفاجئت انه مهجور نفس الدور الثاني. العيل الصغير ده اول ما طلع الدور الثالث اختفى وتاه منها وهي ما عادش لاقياه، وهو عمال يضحك وهي سامعه صوته لكن مش عارفه هو فين.
لحد ما ظهر ليها اخر الطرقة، وبعدها دخل اوضه من الاوض وقفل وراها. خدت بعضها وطلعت تجري لحد الاوضه عشان تفتح الباب. نوره ما كانتش سامعه اي صوت في الاوضه دي، والباب مش راضي يفتح. نوره قررت انها تنزل تنادي حد من تحت عشان يفتح الباب. وهي بتلف ونازله، نوره تتفاجئ ان في حاجه مكلبشه في رجليها مش راضيه تسيبها، وسمعت صوت بيقول لها غني انا بحب غناك. طبعا نوره كانت مفزوعه وبتقول له انت مين؟ طبعا فضل يردد كتير ولها غني انا بحب غناك، غني انا بحب غناك، لحد ما قالت له انا خايفه منك. قال لها ما تخافيش انا مش مؤذي، غني انا بحب غناك. استعملت كل قوتها وقدرت انها تفلت منه. اتفاجئت ان البنت شمس منهاره في العياط. قالت لها مالك يا شمس؟ قالت لها انا طلعت لك الدور الثاني علشان ادور عليكي، بس لقيت الدور الثاني ده مهجور، ولقيت رسوم مرعبه مرسومه على الحيطه، ولقيت شخص واقف هناك وبيشدني ليه وبيقول لي غني انا بحب غناك. نوره قالت لها اهدي اتفضل شويه وهنمشي من هنا كده. قالت احنا مش لازم نبطل غنى لحد الفجر. خرجوا من الاوضه ونزلوا عشان يكملوا غنى. وهما بيغنوا فجاه المعازيم كتروا بطريقه غبيه، وبعد كده بقوا يرقصوا رقص غريب. فجاه اترفعت الجيب بتاعه المعازيم ولقيت رجول، مش رجول بني ادمين، رجول حيوانات. لقيت واحده من ضمن المعازيم بترقص بطريقه هستيريه، وعماله الست دي تقطع في شعرها. نوره افتكرت شعرها باروكه، بس اول ما بصت على الشعر اللي واقع في الارض لقيت ما غرقان دم. بعد كده لقيت المعازيم اشكالهم اتحولت لاشكال غريبه، قدروا يرددوا لغه نوره مش فاهماها. جه الفجر والنور قطع واختفوا المعازيم. نوره قالت لهم عايزين نخرج من هنا بهدوء. خدوا بعضهم وخرجوا يجروا. وده يا جماعه السبب اللي خلى نوره الطجاجه توقف غنى هي والفرقه بتاعتها.